زين، السؤال يدور بذهن كل مشجع جوي وحتى مشجعين الأندية الأخرى باعتبار اللاعب اللي راح أسأل عنه هو لاعب منتخب وطني. سر ابتعاد محمد قاسم بالفترة الأخيرة غيابه، احنا تعرف يعني مثلا الجوانب الفنية هي هاي تخضع تقدير المدرب يعني زين، بس أنا أعرفه كانت عنده إصابة يعني ولحد الآن ما تأثر. ما يوجد خلاف بينه وبين مؤمن سليمان، خلاف مترحل من أيام نادي الشرطة؟ ما أعتقد يعني هذا ما يشاع، مو صحيح عنده خلاف بنادي الشرطة وما يلعب. لا لا، كابتن مؤمن من هالنوعية يعني، بالعكس يعتبرهم كلهم مثل أولاده يعني، ويعامل الجميع سواسية. ما أعتقد عنده مثلا يعني شيء ضد محمد قاسم، بس هو يعني يجوز هو يقدر هذا الموضوع بعده فنيا ما متأهل يعني. زين، وان شاء الله بالمباراه القادمه يلعب. عقوبة محمد علي عبود والغرامه 10 ملايين يمكن غرموكم؟ لا لا لا، لو ايش قد؟ لا، محمد علي عبود ما صدرت بحقه غرامه، ما صدرت فيه. على خلفيه اللي لا. صار بمباراه الشرطه؟ لا لا لا، توجيه صار اذا استدعوه ووجهوه فقط يعني، ما لا غرامه ولا شيء. لا لا لا، ماكو، لا لا ماكو. بس نزلوا الغرامة مليون؟ لا 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 لا، بس توجيه تنبيه وجهه له بس. اي نعم. زين،